ممتاز، يعطيك العافية. وهلأ اللي بقي من هدول التحاليل بس يخلصوا بتعطيهم لحي سكان تيرا وهذا المريض صار وضعه مستقر. هذا كل شيء، حتى لو كان مريض مستقر أفضل ولا لازم نروح على الريق لأنه بكرة ما رح. أوكي تمام، لازم نكون على الريق والباقي ما في مشكلة ولا يهمك، أنا رح أخبر. شكرا. رح فوت اطمن عليها ابي. كيف وضعه؟ لساتها على حالة. جيت؟ بابا صارت الساعة 2:30 بالليل، شو اللي مسهرك لهلا؟ يلا قومنا. شو صاير معك حبيبي؟ اشتقت لها كثير لماما. أنا كمان اشتقت لها يا روحي. ما بيحق لك تشتاق لها لأمي، يلا روح بدي نام. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.